بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياك من النار. إن شاء الله كما وعدنا في الدرس الماضي سيكون القسم الأول من الدرس نظري والقسم الأخير تطبيقي. اليوم بسبب عدم وجود ميكروفون لاقط فإننا سنظلم في جانب التطبيق إخواننا الذين يتابعونا عن بعد، لأننا إذا ذهبنا إلى السبورة قد ينقطع عنه الصوت أو يضعف في المعذرة، يعني لم نتفطن للخلل إلا قبيل الدرس. أما الجانب النظري فسنحاول أن نكون قريبا من الجهاز حتى يتمكنوا من المتابعة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. ذكرنا أن النكرة هي ما كان يقبل أل أن تدخل عليه أل وتؤثر فيه التعريف، أو كان يقبل رب، أو واقع ما يقبل أل، يعني سواء قبل أل بالفعل أو وقع موقع ما يقبل أل أو قبل رب. فكل ما قبل ربه فإنه نكر. وذكرنا أن المعارف ستة أقسام، وكما يقولون المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد، فهي معدودة: المعرف بالألف واللام، الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، كيف؟ المضاف إلى معرفة، وبعضهم يضيف نكر المحصول. إذن هذه هي المعارف، وقد بدأنا بالقسم الأول منها وهو أعرفها وهو الضمير، فقسمناه إلى متصل ومنفصل، وذكرنا أن المتصل هو ما لا يبدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، وذكرنا أن المفصل هو ما يبدأ به، وذكرنا أيضا أن المفصل ينقسم إلى باعتبار إعرابه إلى اسمين: ضمائر رفع وضمائر نصب، وليس ضمائر جر مفصلة. هذا أما ضمائر المتصلة فتنقسم باعتبار إعرابها إلى ثلاثة أقسام: ضمائر رفع وضمائر نصب وجر، يشترك فيها النصب والجر، وضمير واحد يشترك فيه الرفع والنصب والجر. ضمائر رفع وضمائر نصب وجر، وضمير واحد يشترك فيه الرفع والنصب والجر. ما هو هذا الضمير؟ ونا. نا. وذكرنا أن ضمائر المنفصلة تنقسم إلى ضمائر رفع وهي أنا وفروعها، وأنت وفروعه، وهو وفروعه، يعني أنا ونحن، هذا معنى فروع أنا، نحن للجماعة والاثنين والجماعة، وأنت وفروعه، أنت وأنتما وأنتم وأنتن، الخطاب. وضمائر الغيبة هو وهي وهما وهم وهن. وضمائر النصب المنفصل هي إياي وفروعها: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهن، إياه، إياهن. إذن هذه هي ضمائر النصب المنفصلة. زين، الآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المعارف بعد الضمير، هو العلم. العلم اسم من أقسام المعرفة، وكما قلت لكم في الدرس الماضي فسنستفيد بعد ذلك من تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة، سنستفيد منه في أبواب أخرى، مثل باب الخبر وباب النعت
باب الحال وبعض الأبواب سيعلق من الحكم على كونها معرفة وباب التوابع، فنحتاج إلى معرفة إلى معرفة ونكره حتى نرتب على ذلك الحكم المناسب. نعم. النوع الثاني من أنواع المعارف هو العلم، ويعرف النحاة بأنه ما دل على مسماه بلا واسطة، يعني الاسم إذا دل على مسماه بغير واسطة يسمى علما. فالعلم الضمير يعرف اسمه لكن بواسطة الخطاب أو الغيبة أو الحضور، العلم يعرف مسمى. رجل اسمه أحمد، إذا قلت أحمد عرفنا أن ذلك الرجل بدون أن نحتاج إلى أن يكون حاضرا يشاور إليه بالضمير، أو يكون غائبا يشاور إليه بالضمير، لا، إنما يشار إليه باسمه هذا، فيكتفى بالاسم عن الإشارة وعن الغيبة وعن الحضور وما إلى ذلك، هذا يسمى العلم. فلا قلت رجل هذا نكرة، لكن لو قلت أحمد خلاص، رجل تصدق على رجال كثيرين، أحمد تصدق على واحد، من يسمى بهذا الاسم؟ زيد عمر هذا علم وهو معرفة. هناك نوع هذا يسمى علم الشخص، يعني يكون هناك شخص سواء كان شخص إنسان أو حيوان أو جمال يسمى باسم معين، قد يكون مدينة تسمى مثلا تونس، هذا علم على مدينة، قد يكون شخصا مثل أحمد، قد يكون حيوانا حمارا مثلا مثل عفير مثلا حمار النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مثلا شاة كهيلة التي يضرب بها العرب المثل فيقول هيلة أي حال بك تضربين، هيلة لقب لعنز، ربما تكون لكم تسميات تسمون بها المعز، ربما ليست هكذا، ليس لها تسميات، واحد عنده معز لازم يميزها، هذه لها اسم لها اسم حتى يناديها. في الكلاب طيب عندكم تسمية الكلاب؟ طيب هذا عالم على كلب معين. يعني هو العرب وضعت للأجناس، وضعت للأعيان أعنام، كل الأشياء المألوفة سواء من الإنسان أو من الحيوانات الأليفة التي حول الإنسان جعلوا لها علما لشخصه. أما الحيوانات المفترسة والبعيدة عنها لم تجعل لها علما لشخص، لأنها لا تحتاج إلى أن تسمي أسد معينا باسم، لأنها لا تألف الأسود حتى تحتاج إلى تمييزها. فوضعوا للجنس كله علما، سموا الأسد أسامة، هذا علم لجنس الأسود، فهو في لفظه علم ولكن في معناه نكره، لانك اذا قلت اسامه تقصد اسد من الاسود، لا تقصد اسدا بعينه، فهو من جهه المعنى نكره لانه اسم شائع في جنسه، ومن جهه له معرفه لا يمكن ان تدخل عليه ان ولا يمكن ان تدخل عليه، فهو في جهه له حتى من جهه معناه هو لا شائع في جنسه، فهو من هذه الحيثية إيش؟ نكرة. ومن حيثية أخرى معرفة، عدوه في المعارف لكن يسمى علم الجنس، يسمى علم الجنس. العلم إذا كان معناه نكرة ولفظه معرفة، يعني وهو ما وضع لبعض المعاني أو لبعض الأشخاص لبعض الأجناس يسمى علم الجنس، مثل ثعالة علم على الثعلب، أي ثعلب هو ذكر في المعنى معرفة، وسامة علم على نسب، فجار علم للفجور، برة علم للبرور، سيف إذا كنت تقصد بالذي يزل مثلا، هذا علم على شخص، هذا علم شخص، نتكلم عن عالم الجنس، يعني شيء جنس كله يطلق عليه هذا الاسم. إذن عندنا نوعان من الأعلام، علم شخص وهو المراد بالعلم من طريقه، وهو يعين مسماه مطلقا، وهناك علم جنس لا يعين مسماه مطلقا ولكن يشبه العلم من جهة اللفظ ويشبه النكرة، يشبه المعرفة من جهة اللفظ ويشبه النكرة من جهة المعنى. فهو في أحكام الإعراب يعطى حكم المعرفة، ومن جهة المعنى له حكم النكرة.
لا نقول ربه سامع. لا يعني سامع علم على لكن تقول رب أسد. يستفاد من هذا في الإعراب أنك في بعض المواضع لا يجوز أن تبتدئ بالنكرة، لكن إذا كانت النكرة هو هنا نفر، إذا كان هذا العلم جنس وجمع النكرة لكن تستطيع أن تبتدئ به وهكذا، وتستطيع أن تنعته بمعرفته، يعني الأصل النكرة لا تنعته إلا بنكرة وهكذا. يقول مصنف رحمه الله: ثم العمل إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم، يعني ينقسم العمل كذلك باعتبار آخر إلى اسم وكلية ولقب. فنقول هذا علي بن أبي طالب، هذا علي بن أبي طالب، علي على اسم يسمه، وأبو تراب مثلا وأبو الحسن هي كنيته، وحيدرة هي لقبه مثلا. ف يعني العلم الواحد يكون له اسما ويكون له لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، ويكون له كنيته وما فيه أبو أو أم أو ابن فلان، أبو فلان أو أم فلان أو ابن فلان، هذه يسمى كنية. ذلك العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. كعلي زين العابدين مثلا، تقول علي هي اسمه وزين العابدين وهي لقبه، تشهر بمدح وذم، وأبو الحسين مثلا كنيته. وقفة قال لك: من العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزيد عابدين، أو قفة، قفة اسم رجل تشعر بضاعة وذم، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. والآخر يعني ما فائدة أن نعرف أن نقسمها تقسيم إذا جاءنا اسم ولقب في سياق واحد، يوم ينبغي المقدمة يؤخر اللقب عن الاسم تابعا له، أو مخفوضا بإضافة نبرد كسعيد كرز، هذه مما سنتجاوزه. يعني إذا جاء الاسم واللقب نقدم الاسم، نقول هذا علي زين العابدين، نقول هذا علي زين العابدين. إذا جاءنا مع الكل، إذا جاءنا مع اللقب ما نقول هذا علي حيدرة، وتستطيع أن تقول هذا علي حيدرة الإضاءة، سعيد كرزين أو سعيد الكرزون. نعم. النوع الثالث من أنواع الأعلام الإشارة، وهي حتى الكنية تؤخر عن الاسم، وأخيرا كما قال ابن مالك: إن سواه صاحب، إن صاحب سوى اللقب، إن صاحب الاسم، إذا صاحبت الكنية الاسم أخرى. قل هذا علي زين العابدين. عندما يذكر المحدثون نقول أبو مسطام شعبة بن الحكم، مثلا تقول هذا شعبة أبو مسطام، العادة شيخ علي. يعني هو بالنسبة لاسم الكل أيما قدمت لا بأس، لكن بالنسبة للقب، اللقب إذا صاحب الاسم يقدم عليه الاسم جزما. تقول: إذا عرف الاسم العلم بأل، لا سيما تكون بعد الدرس طبعا، فهل يبقى علما؟ مثال: حسام اسم علم على الجنس، ليس علم على الجنس حسام، تقول الحسام. حسام إذا كنت تقصد بها اسم شخص فليست علم جنس، علم شخص. ما إذا كنت تقصد بها السيف فليست علما، حسام هو اسم للسيف وليس علما. فحسام إذا كنت تقصد بها حسام بمعنى سيف فهذه نكرة، وضعت عليها صارت الحسام، فهذا معرفة لأنه محلى بالألف واللام. ما يقصد تقصد حسام اسم شخص هذه علم شخص معرفة، فإذا أضفت إلى هال تبقى معرفة، لا يزيدها ذلك تعريفا. النوع الثالث
الإشارة وهي محصورة كذلك بالعد ذا للمذكر وذي للمؤنث وذي ولغاتها فيها لغات ذيه والتي للمؤنثة وفيها لغات أيضا تيه وتيه والتاء للمؤنثة أيضا وذان وكان المثنى بالذي في رفعا وبالياء جرا ونصبا وهؤلاء لجمعهما هؤلاء المذكر والمؤنث أولئي المذكر والمؤنث وتسبقها التنبيه فتقول هؤلاء. إذن هذه هي أسماء الإشارة ذا ويشار بها الأخرى للمذكر وذي ويشار بها للمؤنثة وفيها لغات كما قلنا ذي بالسكون وذي ذي بالكسر وذي بالكسر مع المد وته وته بالسكون وته بالكسر وته بالمد أيضا كلها لغات فيت معنى هذه والتاء للمؤنثة تقول جاء تقول مثلا جاءت تي المرأة أنا هذه المرأة تقول جاءت تي المرأة أنا هذه المرأة تاء وتي كلاهما علم مبني طبعا علم مش علم كلاهما اسم موصول مبني وهو معرفة نعم. أما ذان وتان فهما المثنى وقد تقدم معنا أنهما يعربان مما يلحق به المثنى يعربان بالألف رفعا وبالياء والنصب وبالياء وجرا ونصبا وهما كذلك من أسماء الأعلام وهما من المعارف أولئي أولى بالقصر وأولئي بالمد كلها بمعنى هؤلاء بمعنى جمع الذي أو جمع التي إذا جمعت الذي تجمعها على رفض تقول أولئك أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك أولئك تقول أولئي هذا جمع الذي أو التي يعني يطلق على ذكر المؤنث وهو معرفة الذي يهمنا فيه الآن أنه اسم إشارة وأنه معرفة هذا الذي يهمنا الآن وهو طبعا المبني لأن تقدم معنا في المبنيات أن أسماء الإشارة كلها مبنية فأولئك مبنية على الكسر وذان وتان مبنيان معربان لأنهما المهنة وتاء مبنية على السكون ميت وته على الكسر وته على السكون وهكذا. طيب هل أسماء الإشارة يفرق فيها بين المشار إليه إذا كان بعيدا يكتفى بها فتقول جاء ذا الرجل معنى هذا الرجل وإن شئت قدمت عليه هذا التنبيه فتقول قل هذا الرجل وإن شئت قل جاء ذا الرجل لكن إذا كان بعيدا تضيف كافا فتقول جاء ذاك الرجل ما تقول ذا الرجل ما تقصد شيء بعيد قريب إذا كان بعيدا تقول ذاك وإذا كان أبعد بعيد بعد شديد تقول ذلك سواء كان البعد في المسافة جاء ذلك الرجل معناها ذلك الرجل بعيد أو كان في الرتبة إلى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب ليس بعيدا لكنه بعيد من جهة أنه في العلو وفي الارتفاع وفي القيمة نعم. ولا هذه الكاف تجتمع معها التنبيه فتقول ذاك وهذاك رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد كما قال طرف ولا أهل هذاك فجاء بها التنبيه وجاء بكاف الدالة على البعد لكن لا يجتمع الهاء تنبيه مع اللام فلا تقول ها ذلك تقول ذلك ولكن لا تقول ها ذلك كما قال ابن مالك واللام إن قدمتها ممتنع إذا جئت بها خلاص اللام لم يعد لها محل تستطيع أن تضيف الكاف ستقول هذا بهاء التنبيه تستطيع أن تقول هذاك لكن لا تستطيع أن تقول ها ذلك الكاف واللام للبعد لكن لا تجتمع
والكاف تجتمع مع هاء التنبيه ولكنها لا تجتمع مع اللام الدالة على البعد، لا تجتمع مع هاء التنبيه إلا شذوذا. هذا معنى قوله والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها، إن شئت تجردها عن اللام وإن شئت تقرنها باللام فيدلان على البعد، تدل إحداهما على البعد والأخرى على شدة البعد. طبعا اللام المثنى مطلقا، المثنى لا تقول تقول ذاني وتقول هذاني وتقول ذلك، لكن لا تقول ذا ذا هذان لك، ما تقول نعم تهي لها حكم خاص. وفي الجمع كذلك، في الجمع أولئي إذا مددته تقول أولئك ولا تقول أولئي لك، لكن إن قصرته أولاء القصر يجوز أن تضيف لها اللام فتقول أولئك أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضلين إلا أولئك أولئك من أولئك. أولئكم لا بأس بها يعني هذا، لكن نحن قلنا هؤلاء لا تتصل بها اللام الدالة على البعد، هؤلاء لا تتصل بها اللام مطلقا حتى بدون هذا التنبيه ولا مع هذا التنبيه، لا تستطيع أن تقول أولئي لك واضح، لكن تستطيع أن تقول هؤلاءك، تستطيع أن تقول أولئك، لكن لا تستطيع أن تقول هؤلاء لك ولا تستطيع أن تقول أولئي لك، يعني اللام لا تتصل بهؤلاء إذا كانت ممدودة، أما إذا كانت مقصورة فتتصل بها، فتستطيع أن تقول أولاء تقول هؤلاء تقول أولاك وتقول هؤلاك وتقول هؤلاءك لا بأس في كل ذلك، لأن أولى هنا مقصورة. هذا معنى قوله وفي الجمع في لغة من مده، يعني هذا استهناهم على المهنة بكونه لا تدخل عليه اللام. وفيما تقدمتها التنبيه، إذن اللام الدالة على البعد هناك موانع منها، واحدة المد في أولئك، واحدة تقدمها التنبيه، واحدة التهنية، يعني ثلاث موانع تمنع دخول اللام، وما سوى هذه المواضع يجوز أن تدخل عليه اللام الدالة على البعد. النوع الرابع من المعارف هو الموصول. وهو كذلك لا يحتاج إلى تعريف، لأن المحصورة بالعد لا يحتاج إلى الحد، فنعده عدا، هو الذي والتي واللذان واللتان وهؤلاء، وهذه تعرف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كالمثنى، وبقية ما سواها ما سوى التهنية من الموصولات مبنية إلا التهنية معرض. وجمع المذكر السالم منها الذين الذين، وجمع المؤنث اللائي واللاتي. وكذلك هناك بعض الأسماء الموصولة مبهمة، هذه اللذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللتان للتهنية المؤنثة، واللذان للتهنية المذكرة، والذين لجمع المذكر، واللاتي واللائي للمؤنث. لكن هناك بعض الأسماء الموصولة تسمى الأسماء الموصولة المبهمة، يستوي فيها المذكر والمؤنث والتهنية والجمع و كل شيء يستوي فيها، الإفراد والتذكير والتركير والتأنيث والمفرد والمثنى والجمع. فتقول مثلا في واحد تحبه تقول جاء من أحبه، صح؟ تقول في اثنين تحبهما جاء من أحب، تقول في ثلاثة تحبهم جاء من أحب، تقول في رجل تحبه جاء من أحب، تقول امرأة تحبها جاء من أحب، يعني لا يتغير مع المذكر مع المؤنث مع التهنية مع، صح؟ إذن هذا اسم موصول مبهم. ما هي الموصول المبهم؟ هي من وما، ويغلب من في العاقل وما في غير العاقل، لكن قد تستخدم من
في غير العاقل كما في قوله تعالى من يمشي على بطنه ومنه من يمشي على رجله. من يمشي على بطنه على رجله ليس من العاقل، مع ذلك استخدمت له من، كما أن ما قد تأتي للعاقل السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، لكن الأصل في من أنها للعاقل، والأصل في ما أنها لغير العاقل. وأجل كذلك اسم موصول بهم جاء مما ينزع أن من كل شاعة أيهما شد على الرحمن عتيا، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأجل اسم موصول كذلك مبني، نعم لا لا أي اسم موصول مبهم، أما الإعراب ففيه تفصيل، إذا أضيفت وصدر وصلها ضمير منحذف بنيت وما سوى ذلك تعرب. وأل لكن هذه تفاصيل نتركها إن شاء الله إلى وقت لاحق. أل الموصولة هذه حرف موصول كذلك، وهي التي تصل بالصفات باسم الفاعل واسم المفعول. لو قلت مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناها الذي هو سارق، بمعنى الذي بمعنى الذي، هذه موصولة إذا اتصلت بوصف صريح بغير تفضيل كما قال، كالضارب والمضروب. كذلك من الأسماء المفهمة ذو في لغة طيين، قبيلة العرب تسمى طي التي منها حاتم الطائي، هذه القبيلة لا تعبر بالذي والتي، وإنما تعبر عن بذو وذاته، فتقول مهما جاء ذو أحبه، معنى الذي أحبه سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، وتقول في المؤنث جاءت ذات أكرمها مهلا، بمعنى التي أكرمها. أي فإن الماء ما أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت، جاء أحدهم إلى رجل فقال نرجو الكرامة التي مثلا ذات أعطاكم الخير ذو أعطاكم الله والكرامة ذات حباكم الله بها، من الذي والتي، يعني هذا طي لا يقول الذي والتي، يقولون ذو ويقولون ذات، المؤنث موصول بمعنى الذي تقول ذات، جاء ذو أحب معنى الذي أحب، ويقول في المؤنث جاءت ذات أحبها، لكن هو هنا ذكرها في المبهمة لأنها يشترك فيها المفرد والمهمة والجمع، بالنسبة لذو يشترك فيها المفرد والمهمة والجمع من الذكور، وذات يشترك فيها المفرد والمهمة والجمع من الإله، وقد تجمع ذات على ذوات كما قال ابن مالك، وذات كالذي نسيت ذات تجمع على ذوات. ولا بعدما كذلك ذا مر معنا أن ذا اسم إشارة صح ولا؟ قد تأتي ذا ليست اسم إشارة إذا جاءت بعد ما أو من الاستفهاميتين ولم تلغى فإنها تكون موصولة. تقول من ذا جاء، من ذا جاء، بمعنى من الذي جاء، من الذي يشفى عنده إلا بإذنه، إذا جاءت ما أو ذا بعد من فإنها تكون موصولة، إلا إذا دل دليل على أن ماذا كلها اسم استفهام وليست مقسمة إلى ما وإذا. فلو قلت لك من ذا جاء، ماذا، من ذا جاء أذكرا أم أنثى، فنصبر ذكر يدل على أن من ذا كلها كلمة واحدة في محل نصب مفعول به تقدم على الفعل، لأنك أبدلت منه منصوب، أما إذا أبدلت منه مرفوعا يدل على أنك لم تلغيه. فالمهم باختصار شديد ذا قد تكون اسم إشارة إذا دلت على الإشارة، وقد تكون إذا سبقت ممن أو ما فتكون موصولة ذا.
وهي مبنية ليست مهلة، ليست مهلة يعني. عندك ذو التي لطيين اسم موصول، وعندك ذا ليست لطيين، ذا إذا سبقت بمن أو سبقت بما، من ذا الذي معناها من، من ذا الذي يشفع، من ماذا فعلت، خلينا لا تكون معها الذي، هي تكون وحدها، ماذا فعلت يعني معناه ما الذي فعلته، صح ولا؟ من ذا جاء معناها من الذي جاء، إذا كانت ذا بمعنى الذي فهي اسم موصول، أما إذا كانت بمعنى الإشارة فقد تقدمت معنا في أسماء الإشارة. الموصول لا بد له من جملة تكمل معناه، لو جئت فأقول جاء الذي لا يستقيم المعنى، صح هذا؟ جاءت الذي لا يستقيم المعنى، لا بد من شيء يكمل معناه، هل الجملة التي تكمل معنى الموصول تسمى الصلة، صلة الموصول، وهي لا محل لها من الإعراب، الإعراب الإنسان يعربها لا محل لها من الإعراب، هي مرتبطة بما له محل من الإعراب لكن هي لا محل لها من الإعراب، لا تصف برفع الجملة يعني صلة الموصول لا يصف برفع ولا نصب ولا جر، يعني إنما هي محلها لا محل لها من الإعراب، لا يصف محلها برفع ولا نصب ولا جر. ها؟ طيب لو قلت جاء المثال السابق جاء الذي أحبه، صح؟ قل جاء فعل الماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أحب إيه؟ لا تعرب يعني الصلة ليست إعرابا، تقول أنها صلة لكن هي ليست إعرابا، تقول أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، وفاعله مبني مستتر تقديره أنا، ومفعوله هو عائد على الضمير أحبه، وجملة الفعل والفاعل مفعول لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول، واضح؟ الذي تقديرين، ها؟ الذي مرفوعة تقديره، مش مرفوعة تقديره، الذي مبنية لا يصح بالرفع إلى المعرب، الذي مبنية مبنية على رفع، لا مش مبنية على رفع، مبنية مبنية على السكون، يعني آخرها حرف ساكن، مبنية لكن في محل رفع فاعل، المحل لا تقول هي مبنية على الرفع هذا لا يستقيم، مبنية على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون، أما مبنية على الرفع هذا الرفع إعراب وليس بناء، البناء ضد الإعراب، لكن محل الفاعل محله الرفع وهي جاءت في محل الفاعل فهي مبنية، ولكن يعني بمعنى لو كان محلها لو حل محلها اسم معرب لكان مرفوعا، هذا معناه في محل رفع، لو قلنا جاء رجل يحبه بدل جاء الذي يحبه لك، أو جاء الرجل الذي يحبه لكان مرفوعا، إذن هي منع من ظهور ما منعها من الرفع أنها هي أصلا جامدة لا تتحرك عن حالتها الواحدة، وهذا هو معنى البناء. كما وعدتكم سنتجاوز بعض المفردات بعض التفاصيل الدقيقة التي فيها الكتاب حتى لا تشوش على البعض، وصلة أد الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طرق للموصول يسمى عائدا إلى ما مر معنا الآن، وقد يحذف نحو أيدي ومن شد وما عملت أيدين فاقضي ما أنت قاض ويشرب ما تهبون، حذف العائد سواء كان مرفوعا أو منصوبا نتجاوزه لأنه دقيق، ومن عسر عليه فهم ما تقدم سيصعب عليه فهمه. النوع السادس أو الخامس من المعارف ذو الأداة، هي المعرف بالألف ولا نعم بل وما معرفة طالب لأنه معرفة لأنه موصول ما في اسم موصول إذا وهو معرفة خوش ما هذا كيف؟ ما هذا ما هذا ما موصول ما هذا ما هذا ما هذا لا. لا هذا هذه ما نافية ليست الموصول، ليس معناها الذي هذا السابق الأولين، هذه معناها ليس بمعنى ليس والتي ليس نافية، نقول كيف تعرف تميز بين ما الموصولة وما المصدرية وما النافية وما الزائدة، ما عندها معاني كثيرة كيف تميز معناها،
إذا كانت بمعنى ليس نافية، إذا كانت بمعنى المصدر مصدرية، إذا كانت لا معنى لها زائدة، إذا كانت معناها الذي أو التي موصولة. جاء من أحبها المعنى جاء من يحبه. ما هذا إلا بشر هذه نافية، ما هذا إلا ما هي نافية، ما هذا إلا بشر، ما هذا إلا بشر. لا لا ليست من الجواز، ما نافية تعمل عمل ليس، ستأتيكم إن شاء الله. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك، إن هذا حتى إن هذا إلا ما تعمل عمل ليس كذلك، لأنه إلا أداة استثناء تدل على النفي. هل هذا إلا حتى هل النبي معنى نافية؟ نعم. هل هذا إلا هل لا تعمل هل حرف لا عمل له يقول واحد هل أنا إلا. لكن الخبر هي خبر بمعنى النفي، هاي خبر بمعنى ثم ذو الأداتي، ذو الأدات هو النوع كم رقم كم من المعارف جاءنا معنا الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، والخامس ذو الأدات أي معرف بالألف واللام، وهي أل عند الخليل هذا خلاف ما يهمنا، وهو هي الأداة التعريف هي أل كلها أم اللام وحدها، الله أعلم. عند سيبويه الخليل وسيبويه أل كلها للام وحدها خلافا للأخدش، وتكون العهدي أن هذه قد تكون للجنس وقد تكون العهد، قد تكون موصولة، أي هذه اتصلت بصفة صريحة تكون موصولة وقد تقدمت معنا، لكن أل المعرفة ليست موصولة، نحن نتكلم عن أل التي هي للتعريف، فهذه معرفة، الاسم الذي تدخل عليه يكون معرفة، هي التي عرفته، هي نفسها ليست معرفة، لكن إذا دخلت على هي حرف لا يصلح بنكرة ولا معرفة، لكن إذا دخلت على دخلت على نكرة، دخلت على نكرة سيد، لو قلنا مثال سارق وسارق، فالسارق وسارق والذي بمعنى موصول، لا هنا ليست موصول، لكن لو قلت جاء السارق وأقصد الذي هو سارق، الذي هو سارق لهنا الاسم ما يكون السارق والسارق تقطع والفاء عليش لهنا سارق هو مش معنى مش فاعل، هذا مبتدا وخبر، لا الفاء الرابطه هنا ايه كانه فيه معنى الشرط ولا السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، تقطع الفاء ليش رابطه لانه الفاء موصوله كانه فيها معنى شرط ولا لا، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما الصفه نفسها مضمنه، الصفه نفسها مضمنه معنى يعني اتصال الصفه مع الحكم، هذا يسمى في الاصول دلالة الإيمان والتنبيه، إذا اقترن الوصف المناسب لحكم يدل على التعليم، لكن هذا مسألة دقيقة ما تجر إليه الإخوة يعني. الإخوة يقولوا هذا شديد عليهم فما بالك يعني لو دخلنا في دلالة الإيمان والتنبيه الآن. أل لها معنيان، إما المعرفة إما أن تكون دالة على استغراق الجنسي، إن الإنسان خلق هلوعا أي كل الإنسان إلا مستغنيه صح، لكن أحيانا لا تدل على الجنس ولا تدل على شخص واحد من ذلك الجنس، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول مقصود به موسى، فهنا لا تدل على أنه عصى كل الرسل ولا تدل على أنه عصى عصا موسى، عصا الجاهلية ليست عصا موسى الأخرى يعني عصا يعصي، لا أخشى أن تظن عصا موسى يعني التي عصا فرعون الرسول، أي عصا الرسول الذي هو موسى، فهنا أن تسمى عهدية سواء كان عهدا ذكريا كهذا، يعني الرسول ذكر قبل ذلك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وكان عهدا ذهنيا، العهد الذهني معنى يكون حاضر في الذهن، حاضر في الذهن، لو كان حاضرا في الذهن كلامه وأنا ذكرته لك لكونه حاضرا في ذهنك فهذا تسمى العهدية، وأما إذا كان الجنسي
هل هي أن؟ الاستغراقية تسمى. هي دائما مبنية، هي حرف، الحروف كلها مبنية. هذا الكلام في معناها فقط وليس في إعرابها. وتكون للعهد نحو في زجاجة، الزجاجة كأنها أي الزجاجة المذكورة قبلها. وجاء وقد جاء القاضي، تقصد به قاضي معين، هذه العهدية. قل جنس نحو أهلك الله أهلك الناس الدينار والدرهم، تقصد جنس الدينار والدرهم، لا تقصد درهما ولا دينارا بعينه، فهذه للجنس. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء هي جنس الماء. أو في استغراقي أفراده نحو خلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد والرجل، أي الرجل كل الرجل. وإبدال اللام من لغة حمارة، ومنه ما روي في الحديث ليس من البر أن صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. حمار لا يقول البر، يقول إن بر إن صيام، يعني الصيام. هذه لغة لبعض العرب، كما أن طي يقولون في الذي والتي ذو وذاته، فكذلك حمار يقولون في الأمر. السادس من المعارف المضاف إلى واحد ما ذكر. وقد جاء غلام هذا، غلام هذا، هذا معرفة ونكرة. غلام هنا معرفة ونكرة، غلام هذا لا معرفة، لأنها أضيفت إلى هذا، وهذا اسم الشر معرفة. جاء غلام الرجل معرفة، لأنه أضيفت إلى معرفة ومحل معرفة. جاء غلام الذي يحب معرفة، لأنه أضيف لي لماذا؟ لمعرفة وهي الموصول. جاء غلامي معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة وهو الضمير. جاء غلام زيد مضيف معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة وهو العلم. لكن يقول جاء غلام رجل، هل هو معرفة؟ أضيف، لكن أضيف إلى نكرة ليس معرفة. إذن من المعارف الإضافة إذا أضيف لمعرفة، إذا ما أضيف إلى معرفة تعرف، وما أضيف إلى النكرة تخصص، لا يتعرف لكن يكون أخص من النكرة. نكرة قريبة من المعرفة، لا ليست مقصودة، قريبة من المعرفة ولكنها لا تخرج عن حيز التنكير. باب المبتدأ والخبر، وهنا نقف، والخبر إن شاء الله يكون في الدرس القادم إن أحيانا الله. إذا الآن نرجع إلى موضوع الأسئلة، ثم إلى التطبيقات. نعم. كلمة الريم هل هي علم على الجنس؟ الريم الريم هي مع الغزال، ليست علما وإنما هي اسم للغزال، هي ميلة غزال تماما يعني. فلو قلت ريم يكون نكرة، لو قلت الريم يكون معرفة لأنه محلى بألف ولا. الاسم والكنية واللقب هي علم شخص أم نوع من أنواع العلم كالشخص؟ لا، علم الشخص ينقسم إلى كنية واسم ولقب، وعلم الجنس ينقسم إلى الأسد مثلا. الأسد علم، يمكن علم جنس، أسامة علم جنس للأسد، ها؟ والقصورة مثلا، قصورة لقب من الأسد، وأبو الحارث لقب كنية من الأسد. المسألة يعني قبيحة، ليس ملكون اعتبار آخر. فكل منها، كل من علم الجنس وعلم الشخص ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. فتقول مثلا في الذئبي أبو عالم، أبو جعدة مثلا كنية الذئبي، ومعرف الكنية بالعقرب أبو عثمان الليس الأفعى. كل كائن من الكائنات له، والمقاش عامل الموت وهكذا. يعني هذه العرب يكملون كل شيء ويلقبونه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما هنا مصدرية؟ وليست موصولة، لا نستطيع أن نقول هذا الذي بعوضته.
إما زائدة أو مصدرية. ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه هنا بدبال الهاء. ما هذا؟ هذا اسم موصول. لا هذا ليس اسم موصول، هذا اسم إشارة باعتبار الهاء للتنبيه. هذا التنبيه تدخل على اسم الإشارة لا تدخل على اسم الموصول. من ذا الذي؟ من ذا الذي؟ ذا هنا ليست موصولة وإنما هي إشارية. الذي هي الموصولة، لكن لو قلنا من فعل كذا، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ من ذا؟ لو قلنا من ذا؟ من ذا؟ من ذا سأل؟ من الذي سأل؟ من ما سأل؟ تكون هنا من بمعنى الذي. أنا ما قلت من ذا الذي سأل، لو قلت من ذا الذي سأل تكون لا معنى إشارة، تكون إشارة. لكن ها؟ ماذا ينفق؟ يسألونك ماذا ينفقون، معناها ما الذي ينفق. نعم. قال سبق لنا أن تعرضنا لاسم الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولم نتعرض لموانع صرف الاسم المفرد. هل هذا التجاوز متعمد بارك الله فيكم؟ نعم متعمد، لأن هناك باب لموانع الصرف يكون في آخر الكتاب، ولأنه معقد على الطلاب في هذه المرحلة. قولنا الأعرج والأعمى لتعريف الشخص، فهل هذه صفة أم اسم؟ هذه ليس علما أولا، يقولنا فلان أعرج وأعمى ليس علما، أما كونه هل هو صفة أو اسم؟ إذا وصفة إلا إذا سمي شخص بالأعرج مثلا، أو نقل بالأعرج كعبد الرحمن بن هرمز مثلا الأعرج، أو محمد سليمان بن مهران الأعمش وما شاك ذلك، فتكون لقبا له وتكون علما. أما الأعرج وصف لشخص وليست تسمية له فليست علما أصلا، وإنما هي صفة فقط منكرة، فإذا دخلت عليها الألف واللام صارت معرفة. هل نقول كلمة فلتفعل أو لتفعل فعل مضارع مبني على الأمر؟ ليس هناك شيء اسمه مبني على الأمر، البناء يكون على الفتحة والنصب، الفتحة والكسر أو الضم والسكون، أما البناء على الأمر لا. لكن نستطيع أن نقول لتفعل فعل مضارع معناه يفيد الأمر، لأنه اتصلت به لام الأمر، وسبب فعل الأمر ليس من المضارع، لم يكتسبها من صيغة المضارع، اكتسبها من اتصاله باللام التي تسمى لام الأمر، وهي لام الطلبة. طيب الآن نرجع لعادتنا إن شاء الله. الأخوة في الإنترنت إذا ضعف الصوت فهذا قدرنا، ما نستطيع. إن شاء الله نرجو أن يكون الأخوة اكتسبوا شجاعة من هذا الأسبوع، فنجد اليوم من المعرضين ما لم نجده من قبل. إذا القوم قالوا من فتى؟ قلت أنني عنيت فلم أكسب فلم أتعلم. نريد شخص لا يعرف البيت، لا نريد إعراب البيت في هذا، نريد شخص يميز لنا بين ما هو معرب وما هو مبني في هذا البيت، ونذكر لنا إذا كان فيه باب من الأبواب التي مررنا بها، إذا كان مفردا يقول لنا إعرابه، وإذا كان مهنا يقول لنا
وجه إعراب المثنى، وإذا كان جمع يذكرنا ذلك، وإذا كان موصول يذكرنا إذا في موصول، إذا كان في علم يذكرنا، إذا كان في ضمير يميز لنا هذه الأشياء الأبواب التي درسناها من خلال هذا البيت. وإذا كان في اسم يميز لنا أنه اسم، إذا كان حرف يميز لنا أنه حرف، إذا كان فعل يميز لنا أي نوع من أنواع هذا ما نريد. إذا كان اسم يكون المكره أو معرفة هذا ما نريد. هل يحفظ قناة قلها؟ نعم أجب أقرأ أقرأ بيت ما أجب إذا حرم مبني أيوة القوم اسم بس معرض لا يتلو على أنه اسم قبول هيئل دخل هيئل معرض معرض ولا مبني؟ معرض معرفة ونكرة معرفة لماذا؟ هذا اللي نريد، ما نريد أن نعمل تقوى لنا. قالوا مبني على الضمر دخلت عليه واو قالوا ما هو أول فعل ولا اسم؟ هذا فعل ماضي دخلت عليه واو جماعة فهو مبني على السكون على الضمر واو الجماعة نفسها واو الجماعة ما عليها ولا نكرة واو الجماعة ما أراد مبنية واو الجماعة عرفنا الآن أنها سببت للفعل البناء على الضم لكن هي نفسها ما يعرفها مبني لماذا؟ ضمير إذا قلت لي حرف معناها ضمير ضمير ليس حرف هو اسم مبني اسم هو اسم كما الضمير كلها اسماء ما فيها ضمير حرف ضمير رفع ضمير رفع متحرك ضمير ليس متحرك هو الجماعة طيب هذه مبنية ونعرف لأنها ضمير صح ضمير معارف مرة معنا أقسام معارف ستة من بينها الضمير ومرت معنا مبنيات من بينها الضمير إذن هو مبني اسم مبني ومعرفة هو طبعا في محل رفع فاعل قالوا لكن نحن لا نعرفه من فتن من فتن من خلينا من هذه حرف إذا دخل على اسم نصبه من حروف النصب لا حروف حتى إذا نصب الاسم نصب له أداة مضارع الحرف حسب أدوات الجزم وأدوات النصب أداة مضارع ليست كل اسماء الاسماء لا نصب من فقط من جاءتنا من أدوات النصب نصب الأسماء مرة معنا شيء صلاح الأسماء قلنا لن نعرفه هناك خلف تصل الأسماء لكنها لن ومن لن نأتبع إليها وإلا بمعنى كي تماما قلت وكي لا هذه نواصل بالفعل المضارع وهي فتاة ليست فعل مضارع هذا جيد أنا ما يعجبني صراحة ممتاز يعني تبك كده أنا أظن أن أسرق الطريق وهؤلاء من وقف من موقفك سيسلم الطريق أما من بقي جالسا سيبقى كمان حاولوا أن تخطئ ولا تصيب حتى تعلم أما واحد من اسم استفهام لا ترجع من اسم استفهام أسماء الاستفهام ما أشيلها مبنية مبنية ومعرفة أعرف على صح زي قول أنها نكرة ذلك لم نعدها على كل حال المعارف التي تعلمنا اليوم يعني فتن اسم لا صحيح أنها نكرة صحيح أنها واقعة موقع ما يقبل أحد فتن اسم ها؟ اسم نكرة أيوه نكرة فتن نكرة كيف عرفت النكرة؟ ليس ما لم يعرف الألف ولا لا كل ما يعرف الألف ولا النكرة؟ من موصولة ولا من موصولة تعرف الألف ولا ما أعرف الضمائر لا تعرف الألف ولا ما أعرف ايش لم تدل على هي قابلة لأن تدخل على الألف ولا كل ما هو قابل لأن تدخل على الألف ولا وتعرفه المعنى لك تستطيع أن تقول الفتاة في التعرف إذن هي لك خلطه خل فعل ماضي مبني على السكون صار هي بضمير رفع متحرك بارك الله ايوه فعل ماضي مبني على السكون اتصاله وتو فعل
مبني على الضمير حرف ونون للقائم سمعنا يعني هي جاية بها فقط لتحول بين الفعل هذا حرف لكن ليس فعلا لكن تكتب حرف شيخ حرف ها؟ يدخل عليه حرف نون حرف يدخل عليه حرف حرف يكون زائدا أن حرف عنيت فلم أكسل ولم أتمنى عنيت فعل ماضي مبني على السكون مقدر لأن ليس مقدر سكون ميت فقط المبني يعتبر سكون طول ضمير رفع متصل مبني على الضم يعني معرفة ولا مكان معرفة الضمائر كلها معرفة ف حرف جزم نم مبني على السكون أكسل أكسل فعل ماضي مبني على ماضي فقلت أن لم إنها جزم قلت لم تجزم فعل ماضي لا لم أكسل فعل مضارع مبني على السكون دلت عليه لم لم هي التي جزمته مبني على السكون طيب إذن هو هل مضارع مبني على السكون بك؟ فعل مضارع مجزوم مجزوم علامة جزم السكون لما تقول المضارع مبني فعل مضارع لا يبني إلا إذا تصل في النسبة للتوكيد صح ولا لا؟ وهذه لم تصل في النسبة للتوكيد لأنه معرض ولم أتبلد هذه الحركة للقافية فقط هي أصلها لم تبلد واو حرف عطف لم حرف مبني التبلد المضارع مجزوم طيب يا اخوه هذا سهل ما لا نريد اعرابا فقط مجرد يعني هذا بشجعكم على الله سهل بالاعراب صادق اذا القوم قالوا هل هو فعل مؤخر ولا لا القوم لا القوم مبتدا نعم اذا الذي يكون بعدها مبتدا إن شاء الله هو الدرس القادم المبتدأ من؟ ما فيه مستعد؟ أعطونا مستعد بارك الله فيك نحن اليوم سننتهي قبل الوقت بقليل طيب ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه وحر قلبه من مل قلبه شبه ومن بجسم وحالي عنده سخم فقط من وحرق ذاه ممن قلبه شبه ومن بجسم وحالي عنده سخم وحرف والحرف للبه حر حر اسم لا ما اسم فعل هذا التعجب قلبه قلب اسم نكرة لأنه يقبل أن يدخل أو ربا قلب هو ضمير متصل هو ضمير متصل
لا هو ليس تصرف هنا للذبة فقط حرف يتابع مع واه هذه ليست تجرزها من من حرف من معرف حرف من من بلني لم ترضى بيساته بس كتب على كمان من حرف من ايش من جاي في الضمائر من اسم من الشباب من قلبه قلبه من من اسم اسمه من الذي حرف الاستفهام لا الذي الذي الاستفهام من الذي لا من 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 بمعنى الذي الذي ما هي الذي اسم موصول طيب حتى من محلها بمعنى الذي معناها هي اسم موصول اسم موصول من اسم موصول قلب قلب اسمك نكر لقبوله الدخول هو هو ضمير متصل ضمير نكر ولا معرفه معرفه مبني ولا معرف شبه الماء الشبي الماء الشبي ما أدري هو البارد أو القلب الشبي ما يعني مخالط بشيء اسم لا يعني ما يهمنا معناها سواء كانت معناها حلو ولا مر ولا بارد ساخن ما تفترق من ناحية الإعراب من ناحية هل هي نكرة ومعرفة لا يهم معناها في الحالة نحن ما طلب لو طلبناك بالإعراب قد يساعد معنى على الإعراب أما هذه أظن أن يمكن أدخل ال الشمسية يعني الشمسية الشمسية يعني بتكون ال ومن بجسم وحال عنده سقف ومن ومن اسم اسم موصول مبني ومعرفة معرفة بي بي حرف جسمي جسم نكرة لا مجرور وليس نكرة لأنه أضفت إليه إذا ضمير سنبع النكرة هو جسم قبل أن يضاف كان نكرة لكن يضيفه مرة معناه بأنواع المعارف المضاف إلى مرة معناه بأنواع المعارف المضاف إلى معرفة ضمير معرفة لما أضيفه ضمير متكلم معرفة ما أضيف إليه معرفة فتقول بجسمي إيه حرف جر جسمي مجرور لكن هذا اسم معرض على كل حال وهو معرفة لأنه أضيفه أضيفه ليه ليه متكلم معرفة لأنها وحالي حال حال أعطوه على جسمي أعطوه على جسمي هذه معرض ولا مبني حال معرض أيوة معرفة ولا نكرة معرفة لأنها ارتبطت بال لأنها أضيفت إلى ضمير وضمير معرفة عند معرفة ولا نكرة هي ظرف معرفة ولا نكرة عنده عنده ضمير معرفة مبني عنده تصبح معرفة سقموا سقمونك ما تشجعت يا شباب هاتوا واحد من غرفه اخرى هاتك الان جسمي حصل معرفه لانه ضمير 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 ولكن في حال قلب قلبه كذلك نفس الشيء نكره قبل فاذا اضيفت الى المعرفه وقال نكره خطأ هي معرفة بارك الله فيك هذا جيد هو قال نكرة هذا خطأ لأنه قال قلب وحدها لكن قلبه ليست نكرة ها؟ أعطيني كيف نبدأ الإنترنت لمن في الإنترنت يكتبون هنا نريد من شخص من الإنترنت الإخوة في الإنترنت نريد منهم أن يقولوا لنا يعني هذا البيت الذي سأذكره يكون لنا كل كلمة منهم هل هي معربة أم مبنية يكون لنا هل هي معرفة أم نكرة لا يهربونها
لقد كل كلمة سواء كانت اسم أو فعل أو حرف بين إعرابها وبناءها هل هي نكرة أو معرفة. طبعا نكرة ومعرفة لا تطرح في الأسماء في الأفعال ولا تطرح في الحروف في الأسماء فقط، لكن الإعراب والبناء يقع في الأسماء والأفعال. وطبعا الحروف كلها مبنية، لكن نحتاج أن كل شيء يقال لنا هل هو اسم أو فعل أو حرف. فما يقرأنا أنه حرف يقال لنا أنه مبنى، مع أننا نعرف أن الحروف كلها مبنية. فاكتبوا عندكم البيت هذا اللي الانترنت اللي يخرج الانترنت يذكر لنا كل كلمة من هذا البيت هل هي معربة أم مبنية، هل هي معرفة أم نكرة. ثم إذا ذكروا أنها معرفة يذكر مجموعة من المعارف، هل هي علم، هل هي ضمير، هل هي ضمير، هل هي اسم إشارة، هل هي كذا. نعم، البيت هو لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. واكتبه لكم، لا يحمل الحقد أن تعلو، لا يحمل الحقد، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. انتظار الانترنت اتيتمونا بشخص الوضع ولا غضب؟ لأن قد عذر من ما وجدت مستعدا ولا ما سمعنا سمع هي الحجة قائمة. طبعا هناك الآن البيت وقالوا صيحابي الغرار أو الرد، وقالوا صيحابي الغرار أو الردى. فقلت هما أمران أحلاهما مر. فقال وصيحابي الغرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. وقال الواو حرف عطف مدني، قال فعل ماضي مبني على الفتح. وصيحابي وصيحاب اسم معرب مبني ولا معرفة؟ معرفة معرفة بالإضافة بجاء ضمير. الفرار معرب وعلامة إعرابه هي الضمة المقدرة للتعبد. لا ما نريد إعراب، الحلان فقط يكفينا أن تذكر لنا، يكفينا أن تذكر لنا هل هو معرب مبني معرفة أم نكرة. لا يهمنا الآن، لا نريد أن نشغل بالإعراب، ما درسنا كثير من أبواب الإعراب فلا نريد. الفرار اسم معرف بلن تعريف بالألفلان معرف أو حرف مدني. هذا اسم معرف معرفة معرف بالألف واللام وهو معرف. أيوة. فقلت فا حرف مدني. قلت الفعل فعل مدني بالسكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. بارك الله. هما ضمير تو تاء تو تاء ضمير رفع كلنا هل هو مبني أو معرف ضمير مبني معرفة ولا نكرة؟
بعد هما هما ضمير أي نوع من بعد أي نوع من بعد ضمير هما ضمير منفصل ما ضمير نصب ولا جر ولا رفع ضمير رفع ضمير رفع يوجد ضمير مفصل مجرور ضمير نصب يوجد نصب يوجد نصب ضمير رافع ضمير نصب مفصل يوجد يوجد ضمير نصب مجرور لا ضمير مفصل مجرور مفصل مجرور مفصل مجرور ما يوجد تأكد لا أمراني أمراني اسم نكرة معرض مسمى يعني ما علامة إعراب بالألف لا ما نريد علامة إعراب أمران أمران معرفة ولا نكرة معرض ولا نكرة ومعرض أحلاهما أحلى اسم معرض أيوة معرفة بالإضافة اتصالي بالضمير الرفع والضمير معرفة اتصالي بالمعرفة الاتصالي بالمعرفة هما ضمير معرفة ضمير مبني وهو معرفة أيوة مر مر اسم نكرة معرفة بارك الله هذا هذا ما أريد هذا النموذج لما أريده لأن في هذه المرحلة يكفينا فقط أن نعرف أولا هل هذا اسم أم فعل أم حرف نعرف معرفة أم مبني نعرف نكرة أم معرفة ثم ذلك نعرف أي أنواع الأسماء هل هو مفرد أو مثنى أو جمع وإعراب إذا كان مفرد بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان مثنى بما يرفع بما ينصب إذا كان جمع إذا كان سالم بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان تثنيا بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان اسم لا ينصرف بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان جمع أن السالم ملحق به بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان معرفة أي أنواع المعارف هل هو ضمير هل هو علم هل هو اسم إشارة هل هو اسم موصول هل هو محل بألف واللام هل هو مضاف إلى معرفة هل من يهمنا فإذا فهمنا هذا إن شاء الله في الفصل القادم إن شاء الله سندخل الإعراب من بابه الواسع وإن شاء الله نستفيد إن شاء الله إذن الآن نرجع إلى الإخوة في الإنترنت لننظر ماذا ما شاء الله قد أطالوا ونرجو أن يكون أطابوا ابن ما شاء الله الإجابات خرجنا حتى الإجابات في الإنترنت كفرت على هذا البيت في حيث لم أعد أستطيع طيب نأخذ بعض هذه الإجابات هناك من قال لا لام النافية مبنية يحمل فعل مضارع مرفوع يعني الحقد اسم معرب معرف معرب مفعول به منصوب من اسم موصول مبني معرف تعلو فعل مضارع مضارع بحرف جار ايش فعل مضارع بحرف جار مبني ايش ضمير متصل معرف الرتب اسم معرب معرف وحرف جر والحرف جر ينال فعل مضارع مرفوع العلا اسم معرف معرب
من اسم موصول مبني طبع اسم نكرة معرب لا طبعه طبع مضاف لمعرفة فهو معرفة. الغضب اسم معرفة معرب. نعم سناء الحسين توقف الآن لنترك الشيخ يقرأ الإجابات. اسم المعرف اسم المعرف معرف يعني هذا آخر الإجابة أنا ظننته أولها. استغفر الله العظيم. طيب ناخذ اجابات اخرى. نبدا لا استطيع الاجابات كلها لكن نقرا بعضها. قل لا حرف نفي مبني يحمل فعل مضارع معرب. الحقد اسم معرف معرب. من حرف مبني لا من اسم موصول ليس حرفا. تعلو فعل مضارع معرب بحرف جر مبني هو به ضمير متصل معرفه مبني الرتب اسم معرف معرب. نعم صحيح صحيح باستثناء قوله ان من حرف يحمل فعل مضارع مرفوع يعني معناه معرب حرف جر مبني حرف جر مبني ايش حرف جر اين حرف جر مبني يا مكتبي بها القدر فقط منك إجابات يعني إذا أردنا أن نعرف إعرابا صحيحا فليستفيد منه من لم يعرف. نقول لا حرف والحروف كلها مبنية يا شباب مالك لا يا شباب لا بد أن تتأدبوا لا حرف مبني ولا يوصف الحرف بنكرة ولا معرفة أصلا حتى نصفه بها يحمل فعل مضارع معرب ولا يوصف الفعل بنكرة ولا معرفة. لا الحقد اسم معرف بالألف واللام معرب. من اسم موصول مبني والاسم الموصول من المعارف فهو معرفة. تعلو فعل مضارع معرب لا يوصف الفعل مضارع بنكرة ولا معرفة لا يوصف الفعل مطلقا بنكرة ولا معرفة. به الباء حرف مبني والهاء ضمير مبني وهو معرفة لا أنا ما أتكلم عن الإعراب الآن هل هو مجرور أم مرفوع بحرف جر مبني حرف مبني ما أقول حرف جر حتى بحرف مبني الحروف كلها مبنية هاء ضمير إن شئت أن أقول ضمير متصل ضمير جر متصل مبني والرتب اسم معرف معرفة لأنه معرف بالألف واللام محل بالألف واللام ومعرف ولا وحرف مبني لا حرف مبني يحمل ولا ينال فعل مضارع معرف. العلا اسم معرف بالألف واللام معرف. من اسم موصول مبني طبع اسم معرف معرفة لأنه أضيف إلى معرفة هو ضمير مبني هو معرفة أيضا. الغضب مع اسم معرف والأداة ومعرف هذا الذي هذه الإجابة الصحيحة على هذا السؤال لأن التطبيق هنا إنما هو على الإعراب والبناء
وعلى التعريف والتنكير والإعراب الآن مغضوض عنه الطرف إلى وقت لاحق. نكتفي بهذا القدر. من تعلو منصوب؟ ها؟ من تعلو منصوب؟ من تعلو منصوب؟ من نصنا؟ من لا تصل؟ لا تقول من تعلو أصلاً من تعلو. يا أخي من بمعنى الذي اسم موصول مبني ليس ناصبة ولا جازمة. من الشرطية هي التي تجزم إذا جاء بعدها فعل المضارع. أما إذا جاء بعدها فعل ماضي إلى من قام؟ لا لأن ما طلبت الإعراب، لو طلبت الإعراب لا 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 نحن الإعراب وقفنا بابه لأن ما درسنا أبواب الإعراب، فنحن نريد أن نطبق على ما درسنا فقط. وحتى الامتحان سيكون في هذه الأشياء، هل هذا معرب مبني؟ ما إعراب هذه الكلمة؟ هل هو بدل الفوليه؟ يعني هكذا لم يكون جملة تعرب، يعني لأنك ما درستم الإعراب بعد، يعني أنت ما زلت مبتدئ لم تبتدئ في الإعراب، مبتدئ في الدرس القادم وهو الدرس الأخير. فما من يكلفكم من إعراب يعلمكم؟ بارك الله فيكم. ها؟ ايه خذك في الغرفة.